السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أجل في الأول نجمع هذه الاستماع فنواصل الحديث حول الأمراض المناعية الذاتية، ونتمنى أن يفهم الأشخاص الذين لديهم هذه الأمراض، نتمنى أن يفهموا معنى الأمراض المناعية الذاتية. فتكلمنا عن حالات السرطان مثلا، هذو الذين لا يؤمنون بالعلاجات الطبيعية مثل المسنين، شخص عنده 70 سنة لا يؤمن إلا بالعلاج الصيدلاني، لا يؤمن إلا بالعلاج الحديث، إذا لم يبلع دواء من الصيدلية فبالنسبة له الأشياء الأخرى كلها يعني هراء. وكذلك الشباب الذي لا يقدر أن يمتنع عن بعض المواد المصنعة مثل المشروبات الغازية ويعني والحلويات والسكر، وكذلك يعني أجبان ونقانق وأشياء كثيرة التي يعني تعود عليها. فهذه حالات السرطان يعني هناك اقتراحات علاجات، يعني العلاجات بالأشعة، العلاجات بالكيماوي، العلاج الكيماوي وعلاجات أخرى ربما مع الجراحة يستأصلون الورم إلى آخره. لكن بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية ليس هناك اقتراحات، هذا هو المشكل. فالنظام الغذائي يصبح ضروري أكثر من لأصحاب الأمراض المناعية الذاتية أكثر من المصابين بالسرطان، وأنه المنفذ الوحيد وأنه يعني الحل الوحيد أن يمتنع الناس عن جميع المواد التي تحتوي على مضافات غذائية، وأن يتجنبوا مواد التعليب كذلك، لأن مواد التعليب كذلك فيها معادن ثقيلة وفيها بلاستيك. وكذلك أنواع الطبخ، يعني هذه المقليات، لماذا؟ لأن تكلمنا عن الزيوت الصناعية، هذه زيوت الطبخ اللي فيها الترانس وفيها كذلك البي اتش تي والبي اتش اي، هذه يعني هذه المحفزات الكيماوية. وتكلمنا عن السكر أبيض، فبالنسبة للأشخاص اللي عندهم أمراض على مستوى الجهاز العصبي مثل الملتيبل سكليروزيس، هذا التصلب اللويحي، فالسكر يمنع، يعني يمنع منعا كليا. السكر والمحليات، يعني المحليات تحسب من المضافات الغذائية مثل الأسبرتين، من السايكلاميد، مثل هذه الطوماتين، مثل الأسيسولفين بوتاسيوم، مثل السكرالوز، هذه المحليات ممنوعة ممنوعة ممنوعة. وكذلك المونوسوديوم جلوتاميت، هذا الملح الصيني، هذه أشياء تخرب الجهاز العصبي. أشياء يعني نحن نؤكد هذه الأمراض المناعية الذاتية، أنا دائما أقول لا ألزم الناس بنصائحي، فعلوا ما شئتم فأنتم أحرار، لكن نحن نعطي معلومة ومعلومة دقيقة وقوية، وهذه المعلومة نتمنى ألا تخلط مع معلومات أخرى. أن بعض الأشخاص يقنعونكم أن عشبة جيدة ودكتور فلان تكلم عن كذا وقال كذا إلى آخره، فيعني ربما يعني يؤخرونكم عن العلاج. خذوا المعلومات الثابتة، ونحن لا نمنعكم أن يعني أن تشاهدوا يعني أو تسمعوا لأشخاص آخرين، يعني ليس من الأدب، لكن خذوا المعلومات الثابتة وإياكم وأن يعني تتهوروا معها وتقول بأن فلان قال بأن عشبة تعالج كذا إلى آخره. يعني المهم بالدارجة، احنا في المغرب بالدارجة كنقولوا يعني ضرب وقيس. فهذه المعلومات بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية، فكذلك نفس الشيء بالنسبة للسرطان. هناك شباب الآن لا يقدر على الامتناع عن المواد المصنعة، فربما الشباب اللي عنده سرطان يعني ربما يعني عنده اقتراحات، عنده علاجات، لكن الأمراض المناعية الذاتية ليس هناك اقتراح ولا حل ولا أي شيء. أمراض المناعية الذاتية يبقى يعني نمط العيش، ويبقى النظام الغذائي يعني هو يعني المنفذ الوحيد، ليس لديك يعني أي شيء، يعني إما يعني أن تعيش بسلام وتأكل جميع الأشياء، كل ما شئت، فقط أن يكون طبخ المنزل، يعني أن تطبخ الأشياء في المنزل بزيت الزيتون وطبخ جيد في أواني جيدة، وأن تبتعد من المواد المصنعة لأنها تحمل مواد خطيرة، مواد كيماوية، مضافات غذائية، وهذه المواد هي تريجرز، نسميهم تريجرز، هذه المواد هي التي يعني تزيد في من حدة أمراض مناعية الذاتية، وربما تكون هي المسببة لهذه الأمراض المناعية الذاتية. الأمراض المناعية الذاتية لا تحب اللحوم، لا، يعني من الأحسن الناس أن يتفادوا اللحوم، دواجن على الخصوص، دواجن ممنوعة على أصحاب الأمراض المناعية الذاتية. الناس يأكلون سمك ما في مشكل، يعني ثم بقوليات، قطاني، هذه بقوليات ونشويات، يعني الفواكه الجافة، الفواكه الطرية، الخضر، الحشائش، يأكلون ما يشاءون. يعني فقط أن يتجنبوا الناس هذه المواد المصنعة فقط لأنها تحمل هذه الكيماويات التي تزيد من حدة الأمراض المناعية الذاتية. فكثير من الناس عندهم كرون، عندهم مرض كرون، مرض كرون، لازالوا يتناولون مشتقات الحليب، الأجبان والنقانق واللحوم ومقليات. يعني فيا سيدي، أين ستستقر هذه اللحوم في الأخير؟
لأن اللحوم ستستقر في القولون، فهي تهضم في المعدة، لكن المعدة لا تهضم اللحوم، المعدة تحل بروتينات فقط. هذه الكواترناري ستركتور، هذه يعني الجلوبيولا كالبروتينه كتكون مشدوده مجموعه، ف يعني في المعده تحل، تصبح شريط، تصبح خيط، ثم تقطع في المعي الدقيق، لكنها تستقلب في القولون على مستوى المعي الدقيق. وعشيفها هناك الامونيا، انتاج الامونيا، فاللحوم تخلف الامونيا وتخلف اوبويدات. ثم الكازين، كاسين الحليب، الكاسين الحليب تخلف الكازامورفين. الكازامورفين هو أوبويد، ويحدث انزعاج على مستوى الجهاز العصبي أولا، ثم تخلف كذلك جذور حرة، تخلف الأمونيا، والأمونيا أنت عندك كرون، عندك القولون، تتناول اللحوم. يعني الناس إذا أنا قلت إذا فهموا الأمراض المناعية الذاتية يعيشون بسلام بكل بساطة وبكل سهولة، يعني يعيش بسلام. لأن كل الذين يتبعون البروتوكول الآن، وأوصي الذين لديهم التصلب الوحي، لأن التصلب الوحي هو أقصى ما يمكن في هذه الأمراض المناعية الذاتية. هناك أمراض كذلك تتعلق بحالة الدم، أمراض هذه الأنيميا التي تدخل في الأمراض المناعية الذاتية، هذه قد يعني من بعد تقدر يعني تتحول إلى سرطان الدم أو شيء. ثم الآن الناس عندهم كثير من المشاكل في الدم، فيعني هذا التصلب الوحي، أصحاب التصلب الوحي والله يعني أنا أرى ليس لهم منفذ ولا حل ولا مخرج إلا هذه المكملات والنظام الطبيعي، ولا يبقى الناس يكذبون عليكم ولا إيه. غذاء الملكات والبروبايوتيك وحمض الأوميغا 3 وهذه والبروبوليس، هذا العكبر، هذه الأربعة مع النظام الطبيعي، مع النظام الغذائي الطبيعي، ثم يعني حجامات، ثم الرياضة، ثم صيام، ويعيش الناس بسلام. لأن يعني البروبوليس يعني تحد من الملتيبل سكلروسيس، البروبوليس تحبس يعني لأن هي عليه التصلب اللوحي، ويزيد يعني هو كل هذه النورونز، هذه الميلين كلها، يعني في الأخير الشخص يصبح لا يقدر على الوقوف ولا على المشي ولا على الأكل ولا على أي شيء. فإذا توقف هذا المرض، إذا توقف وكان الشخص لا زال بصحة جيدة، سيعيش بسلام بدون أي مشكل. وليس هناك مادة في الطبيعة ولا في الصناعة الحديثة يعني تحبس يعني تقدم المرض إلا البروبوليس. لا يوجد في الطبيعة، لا يوجد في الطبيعة شيء يعني مصنوع كيماويا أو يعني شيء من عشبة يعني يوقف هذا الملتيبل سكليروزيس إلا البروبوليس، إلا الأكبر. لا يوجد في الطبيعة. فأتمنى ألا يتهور الناس، وألا يكون ارتخاء وكسل، يعني وألا يعني يحسب هذه المعلومات عادية وشخص يتكلم فقط. لأن كثير من الناس استفادوا، كثير من الناس تأخروا عن العلاج، لكن حالات مع الأسف الشديد. أنا سجلت الملتيبل سكليروزيس الآن قبل كورونا، هذه الفيديوهات مسجلة قبل كورونا، وناس يعني لم ينتبهوا، وكان حالات من الملتيبل سكليروسيس، من التصلب اللويحي، الآن وصلت إلى الكرسي، ثم بدأوا يتناولون البروبوليس، في الأخير رجعوا للعكبر. ما يا أخي بدأ من العكبر، ماذا تخسر؟ ما يضر العكبر منتوج طبيعي؟ ماذا تخسر؟ والله أنا أقول دائما ماذا تخسر يا أخي، ماذا تخسر؟ يتناول البروبوليس، فالبروبوليس لا يؤذي الجسم، حتى الذين ليس لديهم أمراض يتناولوا البروبوليس. أنا أتناول البروبوليس من 1990، ليس لدي أي مرض الحمد لله، لكن أتناول البروبوليس. فيعني الناس انتبهوا للمعلومات، وانتبهوا الذين يعطونكم نصائح، يعني هناك معلومات، يعني لا أحد يقدر ينفعكم في النصائح لما يتعلق الأمر بالأمراض المناعية الذاتية، نقطة على السطر، ولو كان من كان. لا أحد يقدر يعطيكم معلومة دقيقة تنفع في حالة الأمراض المناعية الذاتية. ربما ينصحوكم على الأنيميا وهشاشة العظام والفيتامين ب، ربما يعطوكم نصائح هكذا، لكن بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية لا يقدر أحد، أنا أقولها ولازلت أقولها، لا يقدر أحد أن يعطيكم معلومة تنفع بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية. وافعلوا ما شئتم واسألوا، يعني وأنتم أحرار، نحن لا نلزمكم بنصائحنا. لأن سمعتم الناس الآن هذو لما كانوا يتهجموا على الدكتور فايد، الدكتور فايد دائما يقول أنا، دائما يقول أنا، دائما يقول أنا، دائما يقول أنا، متكبر متعجرف.
وهو الشيء الغير موجود عند الدكتور محمد فهمي، ومع ذلك دخلوها الناس في مخاخره بكثره الميديا وبكثره ما يسمعوها. الناس على اللي تكلم معايا تيقول لي تواضع، وليس هناك متواضع من الدكاتره في العالم الا الدكتور محمد فهيد اللي كيمشي حفيان على الارض. انا كنمشي حفيان والناس شافوني في حياتي كيف اعيش. والله الناس زاروني وشافوني، يعني راوني كيف اعيش. انا لا اظن ان هذا الشخص الذي ينصحني بالتواضع انه يكون متواضع اكثر مني، اتحداه. لكن دخلوا لكم معلومات في ريوسكم بان فهيد يقول انا وكثرة الانا ومتعجرف ومرض الانا وتكل معنا عشان ما نقول انا قلت بان هذه المعلومه ليست عند احد. اذا وجدتموها عند شخص جيد، يا سيدي ضرب عرض الحائط ما اقوله، انصرف من القناه وتركنا في حالنا. شيء عجيب، يعني هناك اشياء اقولها والناس بدأوا ينقلوا في المعلومات وبدأوا الآن كينتافخوا. هناك من يقول بأنه يريد أن يقدم للناس معلومات في التغذية السليمة. صحيح، من أنت حتى تقدم معلومات سليمة؟ من أنت وأين قرأت وأين درست؟ وستكذب على الناس لأن عندك واحد جدر ريال ديال نيتريسيون وبديتي كتنفخ. هذا تراكم 40 سنة يا بني آدم، وليس مشينا للانترنت كنقلوا. تراكم 40 سنة وننفع الناس بقلوبنا وحقا وليس فيه أخطاء. لكن الذين نتعامل معنا يعني بنيتهم الحسنة وبقلوبهم كلهم يعيشون بسلام فقط، ولا زال الخير إن شاء الله، لا زال الخير، لا زال. لكن أؤكد أصحاب الأمراض المناعية الذاتية، حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثلاث مرات، النظام الغذائي 90% من العلاج، لأن الأمراض المناعية الذاتية هي أمراض نمط العيش، هي أمراض الحلويات والمقليات وكثرة اللحوم ويعني والأكل بالسرعة والأكل واقف والسندويتشات والمصائب هذه الحديثة، هذه لايف ستايل. لم تكن أمراض مناعية ذاتية معروفة من قبل، لا لم يكن معروفة، لم تكن معروفة، ولا حتى بالنسبة اللي هي الآن موجودة. يعني الآن هذه التصلب اللويحي عند الشباب، الآن تصلب اللويحي عند الناس عندهم 26 عام 28 عام عندهم تصلب اللويحي. الملتيبل سكليروزيس الناس عند الشباب، وهي الملتيبل سكليروزيس مع الأسف الشديد تكون دائما الأعمار 30 والأربعين الأخير، ليست مثل السرطان. السرطان كان من قبل 70 سنة عاد يكون سرطان تورمات يعني مع العمر. سرطان الآن عند الأطفال الذين يزدادون بسرطان. لماذا؟ لأن الأسباب السرطان الآن انتشرت، ويعني حتى المرأة لما تكون حامل، المرأة وهي حامل تتناول مواد فيها مضادات غذائية وهي لا تعلم بأن هذا الطفل اللي في بطنها كذلك تصله هذه المصائب. إذا كان وعي، إذا كان الناس فهموا ما معنى الأمراض وفهموا نمط العيش وكيف يعيشون، أنا لا أكيد سيعيشون بسلام. لكن علي، فالنفس يعني تدفعك للشهوات وتدفعك لهذا. لا يمكن مائدة مملوءة أو شخص لا يأكل. كيف لا تأكل؟ أنت أمامك مائدة فيها 50 صحن مملوءة يعني وأنواع اللحوم كلها والخبائز يعني خلط الأكل كله موجود أمامك. وهذا الناس يعني سبحان الله، نحن نقول حتى الناس الميسورين وزادهم الله من فضله، حتى الناس اللي عندهم مال يعني يشتروا أشياء قوية ونظيفة، يشتروا أشياء قوية ونظيفة. نعم تمتعوا، لما لا؟ لكن ليس يعني ملء المائدة هو التمتع أبدا. ربما يكون صحن واحد فيه أكل جيد ويعني يكون مذاقه جيد ولذيذ، ويعني على الأقل تعرف ماذا أكلت. أما يعني صحون هكذا فوق المائدة، أكل مشتت، لا تعرف ماذا أكلت. وهذا هو النمط الآن الذي يسبب هذه الأمراض الحديثة، هذه الأمراض المناعية الذاتية. والنساء يعني الآن لا زالت نساء تطبخ بملونات صفراء تحسبها خرقوم، تحسبها كركم. نساء في البوادي الآن لا زالت تطبخ بهذا الملون الأصفر، ولا زالوا يطبخون بزيوت المائدة، ولا زال عندهم خميرة صناعية. تصور البوادي كيعجنوا الخبز بالخميرة الصناعية. شوفوا هذا بالنسبة لي أنا منكر، والله منكر. المرأة في البادية كذلك تتعجن الخبز الآن، ولات عندها سرعة وكأنها يعني تعمل ولا شيء. دقيق أبيض في البوادي الآن، دقيق أبيض في البوادي وخميرة صناعية في البوادي، ولذلك السرطان في البوادي الآن والأمراض المناعية الذاتية في البوادي الآن، القولون والمعدة في البوادي، الأنيميا في البوادي، هشاشة العظام الماضي، ألم مغص في البوادي.
كل الأمراض الآن في البوادي. يعني كيف هذه المرأة في البادية لا تقدر على الخبز؟ أين كانت؟ ما علمتها أمها، ما علمتها أمها تعجن الخبز؟ أين كانت؟ المرأة عندها 30 35 سنة لا تعرف كيف تعجن الخبز بالخميرة بلدية. شيء غريب والله، ماذا تعلمت هذه المرأة هذه؟ ويعني سيتضرر أطفالها، أطفالها سيتضررون، ستتضرر هي وسيتضرر أطفالها. من المفروض البوادي يكون عندهم دقيق بالنخالة ويعجنوا بالخميرة البلدية الطبيعية ويطبخوا بزيت الزيتون، وتكون عندهم أواني من الطين على الأقل، نقصوا الأمراض في البوادي على الأقل، البوادي والأرياف نقصوا من الأمراض، لأن ممكن، لكن المدن لا غالب. المرأة يعني عندها تعمل يعني خارج البيت وداخل البيت ليس لديها وقت، وعندها 3 أطفال والزوج في المقهى، يعني الزوج في المقهى مشعل السيجارة مع أصدقائه. فهذه كلها عوامل يجب أن الناس أن ينتبهوا لها، هذه عوامل ينتبهوا لها، لماذا؟ لأنها تخرب كل شيء، تخرب ميزانية الأسرة وتخرب صحة الأسرة وتخرب حتى أخلاق الأسرة. فهذه الأمراض المناعية الذاتية الآن ستظهر عند الأطفال. في أوروبا الآن مرض كرون عند الشباب، أمريكا وأوروبا كرون الآن، مرض كرون عند الشباب. مرض كرون هو القولون، القولون لا يتضرر إلا بالأكل. من أين أتى الكرون؟ أتى من الأكل. شباب الآن 16 سنة و 14 و 18 سنة الآن عنده مرض كرون، ولما يكون عند الشباب مرض كرون فهذا أكبر دليل على أن المسألة تتعلق بنمط العيش، أن هذا الشباب يأكل أي شيء ويأكل خارج البيوت، وربما يكون مدمن على بعض المواد الغذائية الخطيرة التي لا يعلم بأنها خطيرة، ثم في الأخير يطلع كرون. ماذا يعمل شخص عنده 16 سنة وعنده كرون؟ كيف سيعيش وكم سيعيش؟ ولذلك قلت يجب أن يفهم الناس هذه الأمراض المناعية الذاتية، لأن لا ينتظر علاجها، لا يرجى ولا ينتظر علاجها الأمراض المناعية الذاتية، إذا ظهرت فستبقى هناك. يعني ربما توقف المرض مثل الملتيبل سكليروزيس، تصلب اللوحي نوقفه، الغدة الدرقية كذلك تتوقف تصبح جيدة، بسورياسيس ممكن تختفي، الليبس مع بهجة يتوقف تماما، أمراض أخرى مثل الأرترايتيس، يعني هذه التهاب المفاصل الريماتويدي، هذه الريماتويد المفاصل والمناعي، لأن كاين مناعي وكاين غير مناعي. فهذا كذلك لما لا يحس الشخص بألم جيد سيعيش بسلام، أين المشكل؟ لكن أن يفهم الناس المرض. فالنظام الغذائي، أؤكد، النظام الغذائي هو الحل الوحيد والمنفذ الوحيد والمخرج الوحيد لأصحاب المرض الأمراض المناعية الذاتية، ولو كانوا أطباء، ولو كان المصاب بالأمراض المناعية الذاتية طبيب، يجب أن يعلم بأن الحل الوحيد هو النظام الغذائي، نقطة على السطر، وليس هناك أشياء أخرى معه. نقول هكذا، يعني الحجامة لماذا؟ لأن الحجامة تضبط حالات الدم، تضبط يعني تفاعلات خلايا الدم، لأن خلايا الدم تنتج مئات الأشخاص، ليس حجامة لا بد منها دائما جالس، لأن لا زال بعض المتحجرين اللي أخذتهم العزة بالإثم لا ضد فيد، لا يريدون أن يحجموا الناس يعني هكذا جالسين. أنا قلت يا سيدي إذا كنت ستعمل حجامة مستلقي لا تعملها، والله لا تفيدك في شيء، أنا أقسمت لك. نحن لما نقول معلومة نقول معلومة وليس كلام فارغ، إما أن تعمل حجامة جالس وإما لا تعمل حجامة، ستضيع مالك فقط. ثم كذلك هذا العكبر بروبوليس، إذا كان عندك مرض ثقيل خطير مثل التصلب اللويحي ومثل هذه الغدة الدرقية ومثل مرض كرون، فيجب أن تختار بروبوليس جيد ويعني طبيعي وتركيز عالي ويكون موثوق، وليس بروبوليس هكذا مغشوش. يعني الناس يفهموا الأمور كيف تمشي. احنا قلنا بأن بروبوليس يعني يوقف الملتيبل سكليروزيس بدون كثرة كلام، غذاء الملكات والأكبر، غذاء الملكات والأكبر مرتين كيوقفوا الملتيبل سكليروزيس، لا يتحرك. لكن أين هو؟ تجد شخص يقول لك أنا أخذ بروبوليس، وما أخذ بروبوليس، كذبوا عليه،
أخذ شيء مغشوش ويحسب أنه يأخذ هذا الشيء ولا يأخذه. في الأخير يقول بأن أنا أخذت بروبوليس ولكن لم يتوقف. يا سيدي نحن لا نكذب على الناس، تأكد بأنك تأخذ بروبوليس جيد أولا، ثم قل ما شئت ثانيا. وهذه المسائل هذه يعني يجب الناس كما قلت إذا فهموا هذه الأمراض المناعية الذاتية، والله يعني أنا أقسم والله إذا فهمتم الأمراض المناعية الذاتية فهي أسهل ما يكون، لكن إذا لم تفهموا الأمراض المناعية الذاتية ستعيشون في الويل. واسألوا الأشخاص اللي عندهم كرون، واسألوا الأشخاص اللي عندهم لوبس واللي عندهم بهجات واللي عندهم هذه المصائب هذه واللي عندهم الأرترايتيس اللي عندهم التهاب المفاصل الريماتويدي، واسألوا الأشخاص اللي عندهم تصلب اللويحي وسيخبرونكم. تفهم نمط العيش وتفهم المرض وتفهم الأمور هذه تعيش بسلام أسهل ما يكون. لماذا الناس عندهم بسورياسيس اختفت في أسبوع؟ لماذا اختفت بسورياسيس عند الناس في أسبوع؟ لماذا أشخاص آخرين لا زال يحكم، ليس الحكة، الحكة هي لا شيء، لكن بسورياسيس كذلك من الداخل، ويعني وسيكون معها مرض مناعي آخر، بسورياسيس سيكون معها مرض آخر، ليس بسورياسيس لوحدها، لا يمكن أن يكون مرض مناعي واحد، لأن خلايا الدم لما تنتج لي زونتيكور أوتو أنتيباديز هذه المضادات لما تنتجها فالميكانيزم هو نفسه، يعني مضادات ضد القولون، ضد هذا الغدة الدرقية، ضد الجهاز العصبي، ضد الجلد، ضد العظم، ضد الخلايا تنتج مئات الأوتو أنتيباديز وليس واحد. لذلك لا يمكن فقط أن الطب يشخص واحد من الأمراض لأن الشخص يحس أو لأنه ظاهر، لكن معه اثنان وثلاثة لا يحس بهم الشخص أو لا ينتبه لهم. فلا تتهوروا مع الأمراض المناعية الذاتية. ولذلك قلت في الحلقة الأولى بأن بعض النساء عندها بسورياسيس وتبقى معها إكزيما، واشتريت مرهم والطبيب وصف لي كذا، قال لي راها إكزيما، ليست إكزيما يا سيدتي، هذه بسورياسيس، مرض مناعي ذاتي وليس يعني الحكة، ليست حكة. فالناس يتهورون مع هذه الأمراض هذه، ولا زالت المرأة لا زالت تأخذ حليب، مشتقات الحليب ولحوم، ومع تطبخ بزيت المائدة ثم تشتري مرهم وتدهن به، وأنا قال للطبيب عندك إكزيما. لا يا سيدتي ليست إكزيما، قطعي بعد جميع المواد الصناعية وسترين هل هي إكزيما أم لا، سترين فقط، ستختفي، يعني ستنكمش وتختفي. فالآن بسورياسيس ولات في الرأس، الناس عندهم بسورياسيس في الرأس، حكة في الرأس، وكثير من الناس الآن عندهم بسورياسيس في الرأس وهم لا يعلمون بأنها بسورياسيس، لأنها هذه صدفية. فأن يفهم الناس الأمراض المناعية الذاتية يا عباد الله شيء مهم جدا. وديتوكس كل 3 أشهر، أمراض مناعية الذاتية ديتوكس كل 3 أشهر. السرطان ممكن تعمل ديتوكس أو قبل العلاج فقط أو قبل ما تبدأ البروتوكول، لكن بالنسبة للأمراض المناعية الذاتية يبقى الديتوكس يعني دائما 4 مرات في السنة. هكذا الأمور تمشي والناس يعيشون بسلام إذا كانوا قادرين على الحياة. إذا كنتم قادرين على الحياة، إذا الشخص لم يعد قادر على الحياة وينتظر حتى يضع له الأكل في فمه لكي يبلع، يعني أصبح لا يقدر على أي شيء، صعب أن تعيش في هذا العصر. الإنسان من قبل كان يمشي على رجليه السوق، أو راكب على حمار أكرمكم الله، يمشي السوق 20 كيلومتر ويشتري خضر ويشتري فواكه، يتسوق يعني يتسوق وتوابل وفواكه جافة، ويعود إلى منزله وفرحان يعني، ويحفف راسه ويشتري قطع حلوى للأطفال وفرحان ويعني جيد. الناس الآن لا يقدرون حتى يعني ربما يكون سوق الخضر على بعد 100 متر منه لا يقدر على الذهاب إلى سوق الخضر، عجز تام، يعني الناس استقلوا من هذه الحياة، قدموا الاستقالة من هذه الحياة هذه. يعني الناس من قبل كانوا يعملوا، المرأة كانت تعجن الخبز وكانت تقطع الخضار وتقشر الخضار وتطبخ يعني بزيت الزيتون وأواني نظيفة وكل شيء جيد. فالنساء الآن الجد يعني أشياء التي ترمى، حتى الصحون ترمى، بدأ الناس يأكلون في الصحون من الورق ترمى لكي لا تغسل، ليس لديهم الوقت يغسلوه، حتى الصحون وكؤوس تربة، وهذه الفرشيت يعني هذه الشوكة وكذلك هذه الملعقة من البلاستيك ترمى.
لإنسان يجب أن لا يستقل من الحياة. جزاكم الله خيرا، نحن خلقنا الله نكد في هذه، في كبد، نحن دائما في كبد، ويجب أن لا يستقل الإنسان من الحياة. أنا أرى بأن كثير من الناس استقلوا، يعني لم يعودوا قادرين على الحياة، فلماذا تعيشون إذن؟ لا يمكن أن يعيش الإنسان آلة. كلما تألم جيد، كلما تعب جيد، كلما بحث عن شيء جيد، كلما لم يجد شيء جاع جيد، كل لم يجد مال كذلك ويعني أخذته جيد، حياة يجب أن تتألم، فهذا يجب أن تحس بالحياة. لا يمكن أن لا تحس بالحياة، تعيش هكذا وكأنك مش، لا يمكن. الله خلقنا نأكل ونشرب ونموت، وخلق الملائكة خلق آخر، وخلق الجن خلق آخر. الملائكة لا يأكلون، الجن لا يأكل، نحن خلقنا هكذا نأكل. إذن يجب أن نكد ونجد، ويجب أن نتعب ويعني نحس.